إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن كسوشنا كتاب رياض الصالحين كتابها كتاب الفضائل أيام كدحشنا باب كان باب في الأمر بتعهد القرآن أي نوغة بلابن درسينا إن شاء الله. باب هذا كان باب وباب في الأمر أمر كلا أمر يوبابي هاي بتعهد القرآن قرآن كان لغا ورقبه يا والتحذير إلا قدقه من تعريضه وبندقه دي سلم نسيانه حلمان لو بندقه وقباب كان كهذا يا أمر كلايس أمري قرآن كإن لقى ورقة وقف كي قرآن كوح كي يقين قدر كي يقين هدو لما يقين هدو ودا يقين إنو سن وحاو ينضيعين أو أخريو وإنو كورقة وحاو لجدا إنو أخريو وحاد بوحاو ين مثلا بشي بمرقة مايو أما لباتنكي عشا مرقة مايو أما شاني طبانكي مرقة مايو أما طبانكي عشا مرقة مايو أما تدوادي مع الموت مايو أما صدح مع الموت كله مايو. سيد النبي صلى الله عليه وسلم كويرا عبد الله بن عمر بن عاص وحالا ربا سيدي دا قرآن كأقلم تي سقوفك إلي أقايف سنتها مالنكي قدر قوان أو سمرني كتغي ويحي ديرادو كدر سوى قوني لكن هذول نقدوا مركون وربائن الله سبحانه وتعالى عبارة خليه وحويان وقد يعمى القرآن إذا ده أصلا وحوي الشيطان كوكلا طورية وعلى رباء القرآن كحزب قرآن إمكولي قد أخذه حزب قازو حد كده كرتها هل جزء أكله فصدقكم بالله إن عبد الله بن عمرو بن العاص جزء أخيه مركز الرسول قال له كبرنا أودا كبرنا أنا أودا كسر اللي بجزء أخري وياي لا بعطن عشرة قدمي ما هو جزء حزب لا بعطن عشرة marka ka balanan awooda weeyo markaas weeyo waa yahay 15 ashaq dhamin markaasna waa laba laba jus ka balanan awooda weeyo markaas weeyo waa yahay 15 ashaq dhamin kaas weeyo ka balanan awooda 15 hadii la raadana waa 3 jus markaas weeyo waa yahay usbuuc ku dhamin waa subax subax markaas afar jus iyo qadar yar weeyo markaas weeyo ka balanan awooda markaas weeyo waa yahay 3 habeen ku dhamin salaatul layl uu ku tukay ugu quraankaas صدق قدامي وحبين كيف تبنجس إن كنت قد كاسوري كبدان أن أبوه مركا نبي حوري كبدان مايا مركا كبدان وحوين إن لغو الأخريو أو طبان كبدان الأخريو حبين كي وحوين نهي بكسو عرارة سبب تعاقف قدو انتاس أخريو قرآن كما خشوع كرام مانا كنت تدبرو كان معنى سما فير فير كرام وحين نقول إنو سي قد ديو أو سكا أم قد بي ساسين نقول مركا وغو يران ونصدق حبين إنو لما يقفكو waxa wayan oo 19 ka dhigo ilaa uu jus ugu yaraan ugu badnaana 19 jus meelaha soo kale wax waxaan la rabaa qof u wadi karo oo hadhow uu san ka caajisay marka hadaad 3 jus ka dhigo taama 4 jus waa wadi kartaa hadaad nafta la tashataa nafta waxa wadi kartaa lama arko qeyb nafta ay waxa wadi karto isii badan tiray isii ku dhigaa marka dambe waxaan rabaa waxa nafta al og yahay inuu wadi karto inaad saarto oo aan sinna uga aqbalin inay waxa wayan ka baaqato oo sidaas faradka amal adu ila shato marka quraanka qofku inuu ka warqabo oo macnaha qadar aqriyo oo muddo la yaqaan hadba ku dhameeyo way baabun hada kan baabun wa baab fil amri amar kala is amru baab ya bi taahud al quraan quraanka laga warqabo iyo wa tahdhir digida la iskaga digay min taariidhi quraanka u bandhigiisa loo bandhigo linisyan macnaha in akhrinta inta laga daayo marka dambe la halmaamo عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخير النبي تعاهدوا كورقب هذا القرآن قرآن كان قرآن كورقبه معناها حفظي دائما أقرنتيس وإن وكورقب معناها أقرنتيس دائما فوالذي قال له ينقل بارتور النبي نفس محمد النبي محمد نفسه دي سبيده عنتي سيكجرته إلا هو قرآن أشد أضايق بضان تفلطاً حقا فكشبا من الإبير جيلي أساقا أضايق بضان وكفا كأو جيلي أسو في عقولها دبر هذا إذا كجرته عقول واجمع عقال عقال كانوا دبر كرتيغا وحاوين لبضا اللغوه هرين لغا حيرو جيل أو دبر كيدي كجرته وحاوين جيلي أساقا كفا كأو قرآن متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحبيري إنما وحك لما أهان
مثل صاحب القرآن قفك قرآن كأو صاحبك تلمانتيس معنى قفك قرآن كيقن تلمانتيس كمثل الإبل كمثل صاحب الإبل ننك جيلة لأيو لمديه جيلة المعقلة إلا دبري جيلة المعقلة إلا دبري جيلة لدبرو إيه وحويان جيلة قبلنا لما الدبرو ويسكسوا رغمنا وجيل مثلا الملاه إرمان فإسكا صلابان جيلنا وجيل هروينه وإسكا قوصنا حتى نروح وين لغاها بلغا حيرين وعب عارا أما نقول له التقنين جيلة لدبرو سيدا أورتو كالي كاسو كالي تلميدي قرآن حق فكشرة إن عاهد هدوك ورقب عليها جيلة أمسكها وهي سنة نيك جيلة لي وإن أطلقها هدو دبرك كفرانا ذهبت وإتقي دوك ورقب هذا الدبرضو وهي سنة هدو دبرك كفرانا وإتقي قرآن كي واساس هدو قفك ورقب هدو أقيانا وهي سنة هدو سكد يقرين تيسي وحوين وكلما قرآن وأنا قف من أول أنت إلى هاي سيئي من عادي أنك شكرين وضيعي ويقف كلما متفق عليه باب هذا كم باب وباب في استحباب التحسين الصوتي عدك وناكنتي سسمين تلا سمي وبابي هاي بالقراءة بالقرآن قرآن كعدك لقو وناكيو إيا وضل بالقراءة قراءة لقد ضلبضو من حسن الصوت قفك عدك وناكسن إيا والاستماع لديك استولها قراءة باب كان روحو كارلا لبن مسألو قرآن كقفك مركو أقنا عد قرحان وكو أقيين اسكو ضيو قد قرحان لا باشا يكك وبن يا يرشي محمد صلى الله عليه وسلم ان وقفك القران كي مخارج دي حروفته او الى عليه او وحو صفات دي عليه حرف كي مخرج كي سينتا كسو سارو قران كي عد اخريو ومد تاس والله باهي مد لباتنا وحي تا عدكو انو قرخ نقدا صوت كو سيده او سو بخيا تا لباتنا وا تاس صوت قرحان انو كو اخريو ماركا لبادبا وا مهم او وا لو باهي إن كاستوى صوت قرحضة أي تهي أبو ريس بدنابا مد مكتسبنا واجره وقفكم تأسو اسكاد دندانو وكينو واجر تلبادو منا شرعا ومضلوب لكن وحيري قفكا مركو قرآن كتجويد كو أقنا تكلف دو غيرو ووجيكي سحاتا وقدودان ايو سيدا ووحويا وقلالين ايو تأسو وحويا وطعن تأسو ومبانو شدو إنه كده سي طبيعي إنه أخي لها باب هذا كان باب وباب في استحباب تحسين الصوت عدك قرحين تيسا سنين تلا سنية بالقرآن قرآن كالو أخري قرآن كالو قرحيو إيا وطلب القراءة قراءة إلا الراديو أولا قد البضو من حسن الصوت قفك عدك ونكسن إلا إلا قرآن كإي أخر نغيستي إيا والاستماع إلا نغيست الله قراءة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسولك إله أيام مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه ما أذن الله إلهي مدقيسا لشيء شيء ما أذن مثل استماعه مدقيس بصوك للنبي نبي أدقيسته ما أذن الله أي ما استمع الله إلهي مدقيسا لشيء شيء ما أذن الدقيس بصوك للنبي نبي أدقيسته نبي قاسو حسن الصوت عدوناكسا معنى هذا وحوى ما استمع الله إلهي ما نغيسن وحوى لشيء من الأشياء شيء يالك كم إذا ورقس إله ما نغيسن ما أذن للنبي ما أذن للنبي مثل استماعه للنبي سيدا إلهي النبي قد نغيسته نبي قاسو حسن صوت قد ونكسن سيدا إلهي النبي قد ونكسن قد نغيسته شيء إلهي قد نغيسته مجر قد نغيسن أنا إلهي رالي يكيا يتغنى نبي قاسو يتغنى كل قين يبل قران قرانك يتغنى عدك قرحنا سي قرحان واخرنا نبي قاسو يتغنى كل قين يبل قران قرانك نبي قاسو يجر لجر به قرانك معنى اذن وير امام نووي رحمه الله معنى اذن الله اي استمع وي وهو وير استمع راس انت كجوغتا صح وي انت انضمينه وي تاويل وصفه اويلايو مركاس وهو استئذانك إشارة إشارة وهي إلى الرضا رالها إن شاء الله إشارة إيا والقبول أقبلت إلهي راليك يوا أقبله وهو التأويل وأنا صحنا ما إلا أويله وصفة من صفات الله ألا دقيست خلاص لكن وهي كل لازمة إذا رالها نشوف لا رالها نشوف وهي كل لازمة ومعنى كل لازمة أما لفظ حديثك وهو ألا إنو دقيست سيدي داس الله باقي إليه
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال وحكيري له ابي موسى لقد اوتيت وحال لوسيي مزمارا صوت صوت كاسا من مزامير آل داود نبي داود آل كيسي صوت كود لمد إلهي وكوكوسي صوت صوت كي نبي داود عود كيسي لمد لقد أوتيت وحلوسي مزمارا صوت أما دواء دواء كاسا من مزامير آل داود نبي الله داود آل كيسي عود كودي وكلا متفق عليه نبي الله داود أدعط قرحونا أدعط قرحونا مركو آخرين أكتب في زبور أها. وفي رواية لمسلم قصنا أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وأكل الله أبي موسى الأشعري لو رأيتني هبادي أركله والحال أنا أنيقا أستمع أن دقي سنايو لقراءتك قراءة البارحة حلق هبينك أسأل صلاة الليل كنت قلنا القرآن كأخينا يا النبي وأسأل أغير دقيت مركز ما ننت أشياء غيري إلهي وحوك سيعودك النبي داود وكالي عودك النبي داود وكالي إلهي بسي مركز أبو موسى الأشعري وغيري لو علمت مكانك لحضرت لك تحبيرك ما أبين هنا دي سيدة دان أغالها وكوسي قرحلها يلعب أدأن كوسي قرحلها مركا تاسنا وحا لغا فهم إلى من علماته قفك القرآن كسي قرحان هدوء أخريو وشيدة سنة أي طيباتك هكو تأثرين وهكو ساموبين إن إيسان وحبت لبين وناكتا ورياء إيسان حين رياء هو إن أسير هذا حلق أمام ومسألة دقيقة أو كربحين تيدو أدو وحوين أباهم تأدو الله وفيرصم معناها دعوتك أدو قحية سيرادة داتكو هكو يرادة قد معانا وارياغي إسوسوس كعمل كيسوابدو هدو سيرادة أدو قرحي داتكو هكو تأثروني هكذا يستيننا واصيدي أبو موسى الأشعري واصح ماركا مدنا واصح مدنا وقلق وانا اسكو دوذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي النبيان مقلي صلى الله عليه وسلم قرأ سقو أخي في العشاء صلاة عشاء بالتين والزيتون وصورة سقو أخي عشاء ما كان صورتها قاقابان وأخي أتفهمي صورتها قاقابان لطاتكم ما انتظرنا أي وعويان شقين أي ودالين إنه السحبان وعلى البراء بن عازب فما سمعت معنا مقل أحدا قف أحد كاسو أحسن كونا أكبر صوتا حق عدك منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه مركا النبي بالقرآن كما نكو أخينا عدك روح بضنك أخري جريوي معنيه عدك مركا القرآن كما نكو أخينا عدك حل وأقياء وصن وعن أبي اللبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وغيري من لم يتغنى طفكا كل قين بالقرآن قرآنك فليس منا نقمت معها وحوين قد أذكر حان قف من القرآن كو أخي الله أذكر حان إن القرآن كو أخيه أي الله ربا نقمت معه الطريق إن يهدي إنكم الصعدوي لكن وح حرام إن قف كنت قرآن كتشيدو تشيدتو أي جرتو إن كبح حرف كن مخرج كيسي أو ما كذا من القرآن كو يسوع كذا إذا عرفت قبل وآخر يان إبروي تسوى حرام ما نبرنا هل علم ولا كد جين سيد محمد صالح وثيمين مكو رياض كشرح أيوك المشان وكلت وبرد كيان هل علم يهرب من وبرد هجرين قرآن كنت تشي جديد الله قبل ديو أدين كأيو قرآن كأيو إن لقى صار قرآن لما دي بل فهم وياه وحتى قف القرآن كي يقين مرك لجيسته وحوى وسن فهمه ماشى لما راي مرك تاس وكلت الله ما أقول الله ممنوع قرآن كون حروف تيس هي معاني هي تراكيب تي لفهم يوم معاني دي صلى فهمه تاس الله رواه أبو داود وري بسناد جيد معنى يتقن وحتى يحسن صوته أدكي سوق الحين بالقرآن كوق الحين واحد صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لي النبي النبي قائب يري صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قرآن كي وأخ طبق إن لقد ضل بدو قرآن كي لقوا أخ يود دقيستو أي حديث كان أوكيم طبق إن لقد ضل بدو ترى قرآن كي أخ دقيستي اقرأ أخي النبي يري علي كركيك كو أخي القرآن قرآنك فقلت وعن يا رسول الله رسولك إلهي أقرأ عليك مدو شادان كو أخينا والحال عليك كركاك أنزل الوسو دجي قال النبي يري إني أنك أحب وحان جعله أن أسمعه قرآنك إن كم قلو من غيري إذ أن أنك أهين إن أن أنو أهي وحان بكست جعله إن أن قفك الأخينا يكد لغيستو مركة لغيستو هو عباده وعباداتك كمد قرآن كي لدغيست فقرأت وان أقرأي أوير عبد الله بن مسعود عليه النبي كان كدل أقرأي سورة النساء
حتى جئت إلى أن سوغر أؤمد حتى جئت إلى أن كؤمد إلى هذه الآية. فكيف حالك سنقع إذا جئنا مركان لنماطنا من كل أمة ممدى مانت بشهيد متكم مقاتك عن نبي قيدية أو جئنا بك أدقى النبي محمد وأنك لنماطنا شهيدا حالا أتكم مقاتك عيدا على هؤلاء كون قوم كاقا. قال وقوير النبي حسبك انت صحك وفلنا الآن هدير هل كسكو جوجوين حسبك الآن انت صحك وفلنا. فالتفت وانفيري إليه النبي القرآن كدقي سنية فإذا إسلام مركب عيناه لبدي سيندو تدريفان وإلمينية مركب القرآن كإنجلت دقيستو اللغو التأثر قفك القرآن كسامو أيها أو كبوي متفق عليه. باب هذا كان باب وابا في الحث بورين تليس كبوري وباب يهي على صور صورة إيا وآيات آيات صورة إيا آيات هاسو مخصوصة لقاري يلي آيات قارة إيا صورة قارة وصيقار شرع قدتك وبوري أنا لك أنك قلينا وفضائل قولي الله شيخي عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله رسولك الله إبويري صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله رسولك الله إبويري صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك ميانا كبرين أعظم سورة سورة أبوين سورة داسا في القرآن القرآن كنحدي ساهاتي قبل أن تخرج أنت أن كبحين من المسجد المسجد أنت هذا المساجد كبحين سورة أبوين القرآن ككجر تموانا كبرين. فأخذ النبي واقبت بيدي قعنت يوقبت قعنتي وقودك. فلما أردنا مركان دوني أن نخرجين أن كبحنا مساجدك قلت وحان إلي يا رسول الله رسولك إلهي إنك أدق قلت وحاتري لو علمنك وكبره كبره أعظم سورة سورة أبوين سورة داسة في القرآن القرآن كريحدي سكسوغا مركا وانك وضحينا إنتانا بحينا تنبالن قاد. قال ونبي قيري الحمد لله رب العالمين وصورة داسة معنى وفات هذا الحمد لله رب العالمين وصورة مرعيدة الحمد لله رب العالمين مارك الصورة فاتحة مرعيال كذي كمت الحمد لله رب العالمين وصورة مرعيدي مارك هو النبي صلى الله عليه وسلم كوي بلوى ويرا صورة قرآن كأبوه وفاتحة ساس فوسك كديوة وحويان وحورها مارك هو التبالنقات كاس قلب إنو ديار قرو قلب إنو ديار قرو قرآن كصورة أبوه ما كبرا انت هذا المسيط كبحين سولك الله إبار هو أمس والله قرما القبرة قرما أن هذا السيدين يسؤولها أتقل بسي سيد دايما لكن بالله وعرب هذه الليلة هذا قرآن كالسورة دقوين والحمد لله رب العالمين إنه اللهم يا بحك رسع اللوغدي مارك وقابك وعلمك لاسي وطلابتك كمتاي ونبي محمد لك برتي صلى الله عليه وسلم أسلوب عجائب له سؤال ويدين قفك مارك قلبي سدير قروب كذب السينة هي سبع المثاني وتطبق لسعي حريو مد إلهي ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تضبط لسوء العليا وأيضا وفاتحة محايلة صلاة كسترك أكستر والوسوء علينا والوأخنا والقرآن العظيم وقرآن كوين الذي كسوء تيتو ليسي تصنع آيات داس تفسير كذي ونوقت حين حديث إنه تحايد السبع المثاني يقرآن العظيم إنه تفاتحة قولك لنا ما بناني إلا قربك قولك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري حديث كوري وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري في قل هو الله احد سوره داس وكيري والذي الله بان كدارت نفسي نفسي بيدي غانتي سي كجيرتو انها سوره داس لتعدل وحي ادغنتا ثلث القران قران كو صدخ لو دغي ميل اي ادغنتا من حيث الثواب والاجر اي ادغنتا لا من حيث الاجزاء حاجة جديدة دمائي هذا نظر كو قرطات رأضو إلهي بالله وحن وقال إنا القرآن قرآن أخيه صدق قل هو الله هذا أخيه مائي ما أنصحه أما قفت كله شديد قرآن قرآن أخيه ما كان صدق قل هو الله أخيه مائي بالله أنك أكبر مثلا قرآن قرآن قف قد أخيه فاتحه وكجرت أصلا وكجرت لكن هذا صدق قل هو الله أخيه كمجرت فاتحان أخري حتى من ديكو سورة البقران أخري حتى من ديكو قرآن كيو دمان أخري حتى من ديكو مركا ميشا للي وغادي قانتاوا حق الثواب قل هو الله أحد مركو أخريو قرآن كقيب حي كاذا التوحيد قيبنا أحكام حي كاذا قيرنا هو أخبار مركا التوحيد كي كاذا سورة دان سيداس مركا ثلث القرآن
إلا القرآن كصدح أسمعنا كهذا أحكام هي أخبار هي توحيد توحيد في كلامه. والذي الله ينقذت نفسي نصديد بيدي قعنتي سيكوشرت إنها صورة داصلة تعدل وحي أبلغ أنت من حيث الثواب والأجر حق الثواب كي أجرك ثلث القرآن القرآن كصدح الله لقيمه. وفي رواية ما قصرنا أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وقوير لأصحابي أصحاب تيسى أيعجز أحدكم قفكين مكة عجزة ومكروي أن يقرأين أخريو بثلث القرآن القرآن كصدح الله لقيمه في ليلة حال حبيب قفل بحرينك القرآن كصدح الله لقيمه ما أخريو حبيبك فشق ذلك أرنك أسواد عليهم صحابة marka tanna waxa laga qaadana waxa weeyaan quraanka sadex loo dhigay meel waa toban juz toban juz sahabeen kale akhriyay way banaan tahay nabiga abdullah ibn amr al-qasim uu sheegay inuu akhriyo laakiin inay urusta waxa laga qaadana toban juz haday saxaabada quraays u arkeen habeenki in la akhriyo in marka quraanka iyo dhan caaw arabka la wada mariyo inay ka sii urustahay hayla quraanka marka la leeyahay waxa weeyaan wa in la akhriyo waxaan rabaa quraan aad fahmayo xuruuftiisa laga boodin sida alla u soo dejiyo loo akhriyo alla ee xuruuftiisa dad barj ka boodo jaban iyo midkiisa ka dhigto de quraanka alla soo dejiyo saas ma ahayn ma ahayn fa shaqa wa dibay dalika arinkaasu alayhi sahabaadu qayradeen habeen walba toojo soo joogtaa wa qaar wa hayadan ayuna kanaba yudiqo awada dalika thuluth ya rasuulallahi rasuulka allah fa qala nabiyyu qul huwa allah ahad الله صمد ثلث القرآن القرآن كصدح الله دقي مال أي لا أجر أكثر رواه البخاري وري حاجة أجر كي كلام حاجة إبزاق ما وعن عربي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن الرجل من السمع مقل الرجل من كاس يقرأ أقرنا قل هو الله أحد يرددها حالك إلينا سورة داسك إلينا عورا أيضا سك إلينا أيضا عورا كإلينا أول ما كنت كاتورا صلاة عورا waxa weyn waxa ku celiina ayda soo baxayna falama asbaha marku waabaristay ninki jaa ila rasuulillaah rasuulka uu tagay falama asbaha marku waabaristay jaa ninki wuxuu yiki maqlay uu tagay ki akhray maaha ila rasuulillaah rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam fadakara dhalika arinkaas uu sheegay lahu nabiga fakaana wa kaana rajula ninka maqlay waxaad moodaa ya taqaluha inu yaraysana xaga inay la yarat usleeyaa aw dhan qul wala ahdu akhrina ma quraanka akhri inu sila yaad mudda xogaa inuu yaraystay faqaala rasuulullaahi rasuulka allaahi sallallaahu alayhi wa sallam walladhi allahi yanku dhaartay nafsi nafsadeedu biyadii gacantiisa ay ku jirto innaha suuradaasu la tacdilu waxay u dhigantaa thuluth alquraan quraanka thuluthkiisa rawaa albukhari wari nin kaanu quraan yar ma akhri xaloo dhan duqlo wala ku celinayo imisa goor uu quraanka ajarkiisa helo marka quraan yar ma uusan akhri وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري في قل هو الله أحد سورة داسك كيري إنها سورة داس تعدل وحيري لغانتا ثلث القرآن قرآن كصدح الله لغاية ميل رواه مسلم وري وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا لنا قال يري يا رسول الله رسولك إلهي إني أنا أحب واجعل هذه سورة سورة واجعلها قل هو الله أحد سورة داسك إلهي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حبها شعيل كده أدخلك الجنة جنك قريب شعيلك سورة داس أتعيشها هاي أتعيشنك قريب أي أتعيشنك قريب مركا نكا إينا لدري ونبي قد دري وواها أمير مركا استعوه فتح دخي سورة دخي كدري يقول والله أحد مركا سأل نبي قد يروي دي تكسو تأوذين إينا كلا سعودين نبي قد يروي دي وقال لو يدي مركا لو يدي ويروي شعلا عليه وصفة الرحمن الله يتلمام إذا صورة واجعلا مركز النبي يقول شعيل كذا جنة كبيرين مركز شعيل كالله جعل هذا قرآن جنة الله لقو قلا شعيل كالله جعل هذا صفات رب ربي صفات الرحمن شعيل كالله جعل هذا جنة الله لقو قلا صورة ربي يتلمام رواه الترمذي وري وقال حديث حسن رواه ورواه البخاري وري في صحيح تعليقا أي معلقا حديث بعد صحيح الشيخ مقبل صحيح المسند كيف صحيح يا وعن عبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري ألم ترى مياضا أقبع أرك آيات آيضه آيضها سأنزلت لسودتي هذه الليلة تابنك حلها آيات لسودتي مياضا أرك لم يرى آيات كاسو لم يرى أن لا أرك مثلهن أيها كرقات ورقه أيها آيات لم يرى ورقه لم أرك هل كان لأرك آيات كلام في التعويد مغنقلينت
ودنكاس ايغان دنك ان واخ كلا الميد لا ارق وفي تعويدي مغانغلينتا حقا واخ لا اخريو او الهي لوغ مغانغلو عاد ووغا مغانغلو ما جيرتو او ايلها لميد ما جيرتا هلكاس ان ايغا واخ كلا الميد لا ارق قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس لما دا سوره وقف اخريو او كو خير سحرته او شر الهي لوغ مغانغلو لميد ما جيرتا ولذا سيترد إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنت إذا سوى دقيم دعوي بدل أخذ شري أو إلهي وجمع جري شري شرط مخلوق لكن ذاك يسوى دقيم لبيد وذو قاتل ويسكت ده يكون كلام تم محايل وح إله لو ما ينقل الله ماذا لكن هو معناه إن تفيرد بعد معناه فيرد وابدري به قل أعوذ برب الفلق وحن ما ينقل ربك جواج هل كسر صد اللعية وكون كان كنت تصرفها محايل كمان جرى من شر ما خلق وحو أبو رأم شرته هذا واحد صهر إلى الله واحد هذا الإله كم ينقل الملك إبليس كم أنقش نار كم أنقش جنية كم أنقش إنسية كم أنقش بحر كم أنقش دغيلة كم أنقش واحد هذا الإله كم ينقل الله فهذا معناه تدري لكن هذا معنيه درينتا من شر ما خلق واحد الله وحو أصابه أبوه شرطه ذا كم ينقل وحو سأبور المياتي خلاص ما كان إذ هذا الإله كم ينقل الله إذ هذا الإله كم ينقل الله مارك حقا ما كان قالك واحد كلام إذا مالك رواه مسلم يا وريي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحوها يتعوذ من اله مغنغلا من الجن جنك كما غنغلي جري وعين الانس انسك ايشي سنه كما غنغلي جري حتى نزلت الى سودكتي المعوذات المعوذتان لبعض الصورات او وحويان لما اله لو مغنغلو المعوذتان مؤوذتان ورود هذه الكردغو ووضع إلهي اللغو مغنقلو فلما نزلت مركز سود دقين أخذ النبي واقعة بهم لبدا سورة لبدا سورة دود قاطي وترك وكتك ما سواهما وحي كسوها رأي وطن وكتك لو دود قاطي مركز لبدا وحي إلهي اللغو مغنقلو لمدة مجرين رواه التلميذ يقول قال حديث حسن وحديث صحيحه وحب الحسن كسيحه بدن صحيح وشامع صغير كسيد الشيء الناس لكو حدي marka labada suuradood ala rabaa inaan ilaahay ku magan galno dadka waxa weyn masaakiinta iyagu jinniga ka baqayo isha insiga ka baqayo biyaha badda ka laadiyay waxa la rabaa biyahan ta laga tuuro biyahaas waxba kana difaaci karaan in leena labada suuradood ku dhiga biyahaas haba ilkaan ili karaan labada suuradood inta la baro waxa weeyaan tukaamada guriyaha ariga geela beeraha waxa dhan ayaga ku filan waxa dhan ayaga ku filan naf iyo maal ayaga ku filan وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري من القران قرانك وحا كمده سوره 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 30 ايه 30 ايات سوره داس شفعت او ارغيدي لرجلين حتى غفر له الى لو دمداف نينا اقريي او ارغيدي ولو دمداف سوره وهي 30 ايه قرانك كجيرته وهي تبارك الذي بيده الملك فيري أسلوب كان نبيك تعليم ونجيسة كمية سورة داس من آخرية اللي قد مدافئ هذه لا دي لها تطبطا مسكح يستروبها كبحي لكن لما دي نوحا نبي قيلي سورة دا جرتا قرآن كيكو جرتا وصدنا يدوت نينا او ارقيدي واللو دا مدافئ إسلام مركي درين كقفك ويقول له سورة دي ياكو بارا كدب النبي كانوا يروا سورة دا أسلوب ونجيسة نبيك تعليم تيسة كمية صلى الله عليه وسلم مركي حال لولو جيدة لما معنى أقبل كارتا markay soo degtay aanina aqriyay wa u ergeeyday wa ilaahay u dambidaa marka saas loo wuxiyo iyo in macnu yahay suuradaana ba sida sifadeedu qofka aqriya ku dhaqma waxa weeyaan wa u ergeeyna waana laga aqbala labadaas macnu ay aqbali kartaa رواه أبو داود يا وري والترمذي وقال وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود حكوا سنة تشفع ولما معنى ضم التناح يجيني سورة سوى إرجيني وأنا لا أقبل تشفع وإرجيني فعل مضارع على قدم سوى ما جيني وعن أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي خيره من قرأ قفك أخي بالآيتين لبدا آيات لبدا آيات من آخر سورة البقرة سورة البقرة أغدن بيا في ليلة حرين قفك أخي كفتاه وكف لي حي وقف لي متفق عليه قيل وعلى إمام نووي وقف لي قيل وعلى لي كفتاه وحي وقف لي المكروه وحي لا بصده
حسي حروي بلا يويك كاغا فلي وكو تلك الليله تحرين كاس وحلق بصدو الهك الى علينا وقيل وحل لك كفته عن قيام الليل صلاه الليل وفلي لكن وان قيل اوغه صلاه الليل كي اتكجيت انت لا ولا قاود قاوت باطره وايغا فلي وان قيل اوغه ها نابو ما بين صلاه الليل اوغه فلي نابو خير واكو فلي وخي اي وفلنايين ما كارتي هردد اوغه فلي هي ما بلايين عيرتد كو فلي هي مساله الليل كي مركا صلاه الليل كو اوغه فلي انه جسم يما واحتمال مركا صلاه الليل كا كاتغ لبد ايدود ما اخري كاتغن ايغا وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا تجعلوا كدغيننا بيوتكم غريهنا مقابر قبيها كدغينين سيده قبر يوكل غريها يا لغدين حلولجيده ميتك قبرك كوبتك القران كما اخري اي غريهنا سيده غريها قبره كلها كدغينين قران كو اخري كل توكن تطبلن او عباده استوا حجر مسات وكنت كنا غريغ ورغيس بكو سميسن قران كو اخري وعلى ما قرانك بنات مساج كيف طارت كو اخرسو لكن غرغنا قيب كو اخرسو صلاه السنه ما نهد غرغ اجر بلان لكن مساله كو برارو مساجد كقف انه السنه كو دائما وافضه لكن غرغ مفضله غرغ قران ادغى فقط عيل القف مر واجب كتو كدو ادو انه كو دار فقا وافض لكن دو غرغ يتغو شقه تيمادو مشغول كان كل عيني كاساس دي خلاص السنه اساس انه تقتا دي إذا ما كقفك جوريك السنة كدة إما قوي أي إنه يهي تسي قف إلى بلد حقولة إنه عزيمة لأنه يهي تسي ما كواحد ربنا إنا ما كجوريك كدة إنه ما بيكنا صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته من صلاة وتكذا واحد واجب بدل ميد جوريك إلا المكتوبة ما كلاقي رش الله واجبك صلاة واجبك يجمع مساجد اللي جينا رجع دو ما كنا جوريك واجب بدل صلاة واجبك هي السنة بابا marka waxa weeyaan azimay tusay qofka guriga ku daayna gurigiina nuur u qoto quraanka lagu akhriyo nuur u yahay guriga marka guriga ay san qabuuraha kale noqon mayd ila mayd qafigis quraanka ku akhriyo ku rutu kan guriga ay aban nolol dadan ku rutu kan quraanka ku akhriyo mayd oo kala lamid marka wayna ku akhriyo quraan ku rutu kan guriga ay saas way macna la tajalu akadiganina bumutakum gurihiina maqabira qabriyal oo kale إن الشيطان الشيطان كو ينفر وعرر من البيت غرغ يكعرر الذي غرغ طق الذي غرغ تو قرا لو اقيو في دحي سوره البقره سوره البقره غرغ لو اقيو شيطان وكعرر رواه مسلم كسوره البقره هي قران كلام واقص لكن وين اقرا ما ان جلد ان تشد ان جلد وها وين ايد وح نيهس مه مغت مشان هو عباده marka abugo inaad akhrida la rabo abugo inaad akhrido ala rabo وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أما قف أخي معناه قف كضف قف إبادها وأخير أخيار أمي سري وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أبا المنذر وكن يلا أبي بن كعب أتدري ما أكته أي آية آية به آية من كتاب الله إله كتاب في سكامة معك اللي تلك حالة معنا وأتقنوي أعظم أبوين كبرى ما تقن آيات كتابك اللي كنت أبوين أو أدوك ما تقن هذا أو قرآن كتب سنتا يكمل أي دواء استفامي أي آية آية ما تقن آية من كتاب الله كمد آية سمعك اللي جيرك أغاطي أو أعظم قرآن كأبوين قلت وحن الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية قرآن كإله أبوين وآية سبحانه الله يتمنى آية صفات الله كادل آية الكرسية اللي لدي فضرب النبي وقراعي في ستر الله تيسا وقال وغيري ليهنك العلم علم بهكو بغادي هكوهم بليه علم ليهنك العلم علم بهكوهم بليه هكو بغادي أبا المنذر عنه أبو نبي وفرحك رواه مسلم وريد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله رسولك الله وكيشي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان زكاة رمضان كإنا إلاليه halkaan waxa jiraadaan hal cilmi waxay tusaydaa imaamka ama waaliga inuu xaq u leeyahay inuu zakatul fitriga dadka ka aruriyo zakatul fitriga soo aruriyo inta la soo aruriyo imaamka loo diibo imaamka madaxweynaha muslimiin madaxweynaha zakat aruriyo salaada dadka tujinaya waxa dadkan arkeen ba ma aha nimugta wax waqti hore ay aaymada hore muslimiinta zakat ayaga dadka ka aruri jiray ayaga waxa weeyaan salaada dadka tuji jiray imaamka bisa tuji jiray nabi maxamed oo jooga qof kale ma tuji صلوات الله وسلامه عليه ابو بكر ساسوها عمر ساسوها علي سداسوها عثمان سداسوها وحوين امامك المسلمين تسقى صلاه الرمضان فين تجي موجود ده سكر اسقى الرمضان ضروري قف مره دو فيدرين تاروري امامك المسلمين تو ديبو خلاص انا والي وا سو كيشي اسو واغوت
waxay kala tusayda misalada misal faa'iido weyn waxay tahay horta goorma ugu fiican oo fitra la bixiya waxa weeyaan maalinta ciida inta salaad la aadi faman addaaha qabla salaah fahiya zakatu maqbura wiira nabiga sallallahu alayhi wasallam salaad ka hor qofkiis fitrada dhiibe waa saka la aqbalay ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة صلاة مركا لغا صوبة كيف يقول في بحيان صدقة صدقوين كاملوين سكا مقبولة ما مركا مال انت عيدة انت صلاة عيدة لتوكنا أغفي عن وقت لبحيو وقت لبحية تاسا أغفي عن هذا با وعلى ذا مركا حديث كان فائدة كوين وقلو شيء واحد طهي عيدة لما المطهور لبحيكم وانا صيد حديث كالو أثاكي بخاري وشيخ عبد الله محمد عيدة laba maalmood ka hor iyo ciid la gaarin in la bixi karo aruuri ka waaba kan hadda aan ka doonaa saddex waxa weeyaan habeen inay meel tiil aruursane saaxiib laga fahmayna hadithan wa kalaani rasuulullaah marka ka hor laakin la bixi kara ka hor wax daliil ma leh hatta qoon saxaabi mar in bisha ramadaan awalkeeda la bixiyo shaafiicdu waa qaban bishuba markay dhalato waa la bilaabi kara ay qaban laakin hatta qoon saxaabi looma hayo iska dhex hadithi hanafiyadu ay waxay qaban sanad الله سيب حكا سنة سو صعد أبو سيب حكا طب تازيس كيف داد داس دليل ملا مركا سيدة أغور في عن واحد طهي مارين تاس إيدا انتا صلاة دل آدم لبا ما الموت مركا كان من تانا صحابة دا بحجرين حديث كان ولقى فهم أي رغو المر وكلم رسول الله رسول كي الله صلى الله عليه وسلم أي إي وكي شبه حفت زكاة رمضان زكاة رمضان إلى رنتيس فأطاني آتي مدى إيمي mid socda iyib dhameen fa jacala wuxuu bilaabay yahtu inuu ku gurto mina taan cuntada wax kamida yahtu inuu gurto farq ku shubta macna ah taasu bilaabay hatta go hoobinta farq inta u dhigtay uu ku hoobina uu ku gurana taas ayuu bilaabay farq inuu buuxsado ayuu bilaabay uu ku shubto fa jacala wuxuu ku dagaa yahtu inuu gurto mina taan cuntada xageed uu ka gurto fa akhadtu waan qabta lawaadi u ahay فقلت وحنري لا ارفع عنك وحن كو غينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان كو غينا قال اني محتاج ان اني باهم بانه وعلي عيال عرور با دشيغا سارن مسؤول كاه وبي حاجه شديده باه ارق باي غو دغن واني ديب كاس هي اسك كيدا فخليت عن وسك سيداي او قاعد دباتو شيكتاي ماركاس ان اسك سيداي فاصبحت وابري فقال رسول الله رسولك الله يرسل صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارح نبي قال له وحيود أرنت النبي وقال إلهي بقوا وحيود أشاري مركز النبي يري صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك محبوسك إيقا ورا البارحة حالك كورا محبوسك قلت وحن يا رسول الله رسولك إلهي شكا وخشكت حاجة دم إيا وعيالا إيال فرحمت وامو نحريستي فخليت سبيل ويسكسي الداي ودادي سنبني أنا وسيد دايو فقال النبي وهو يري اما انه قد كذبك بينه كو شيغه وسيعود واسسون نقدونا بين عليه وهي واكو سو نقدونا فعرفت وحان غرتي انه سيعود وسو نقدونا الا حتى النبي محمد يري ان اي سان شك بلا هينن اوغاد الا ور النبي محمد يري شك ما قال صلى الله عليه وسلم ان سو نقدونا غرتي لقول رسول الله رسولك الى قومك سان سان كو غرتي صلى الله عليه وسلم فرصته واغمبط ميلا اوغمبط فرصته واغمبري اما واغدكدي انا ميل اوغل فجاء وين يحثو حال القران من الطعام انت وين سوا كان فرقه كغري فقلت وحانير انت قبت واقبت مر فقلت وحانير لا ارفع عنك الى رسول الله رسولك الله كو غينا صلى الله عليه وسلم قال وردعني اذا فاني محتاج انا وباهنا وعلي عيال عيال بايسار مسؤوليته لا اقود صون قما فرحمت وأم حريستا فخليت سبيله ويسكي سيدا مارك رحمة الصحابة دي كتو سيدا صحابة دادنا حريس بدانا إحايا مارك عدو دارك أقبلا هم كدو عدو دار شيطان لسك أقبلا داي سنكو عطاني مبين علي مارك مارك كان طنبي محاكو ديرادة هذا الكيوري وحاكو ديرادة لا أعود صون نقم ما يأكو ديرادة مارك كو صون نقم ما يأكو اسكي كي سيدا انتا ساكو ديرادة ساسو كو سيدا إيه هذا انت هوريت وانت انت سكو مدين إلا أنت أصلاً أنت هلين كوري يري مبتة كلمات كالو كدر صدق إلا بين عليه وحوه موى يوحو شاقه فرحمت وانون حريستا فقليت سبيل وانسكي سيداي
فأصبحت وابريستي فقال لي رسول الله رسولك لا يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك محبوسك إيقا وهم قلت وحن يا رسول الله رسولك إلهي شكا وقوي شكت حاجة تندن إيا وعيالا عرور فرحمت وانون حريستي فخليت السبيل وددي سببني وسيداي فقال وقل إنه قد كذبك بيان وكوشيغي وسيعود وانا صنقنا فرصدت وانقو قنبضي مركا الثالثة طابين كي صدحات فجاء وين ماشي لقد درشان أولا صدح لاس طابين إنسا كده إنتا سأيتي لي أرور سانيت ماشي لقد درشان إلا هور ماريكا للا بها بين وحالكا إلا سكده واحد إيدا كده لو غد دبن كور القيبين ماركا وإن كور الأروريي ماشي لقد قادان وحالكا صدح بين التالفيري وضب الشيطان كانوا سوى ويرينة سوى ماتشي دي ماركا إلا أروري كرام بيلا سيبيكي كرام صدح بين للا بها بين ومعنى إيدا كور رايدا تاسو توسى حديث فرست وانو قنبضي الثالثة طابين كي صدحت فجاءوا ايبن يحتو حال وقاضنا يقران ايو من الطعام عنتضي فأخذت وانقفت فقلت وحن الله أرفع عنك وحن كو قينا إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وهذا وقت مركانو آخر ثلاث مرات صدح مركي ودن بيوي إنك ديك التسبيح واحد شيقاني لا تعود من هذا السؤال لابين ثم تعود وصن قني خلاص ويس عدو دار واقع ماضي صدح مر عدو دار كما دن بيوي فقال وحر الدعني إدى فإني أنا أعلمك وحنك برا كلمات كلموين كلموين كاسو ينفعك الله إلهي كوانفع بها كلموين حتى أبو هريرة علم تشعيل كسؤال لي خان أبو هريرة وعلم رسول تشعيله الأبية تيو كفا إذي سنة خفا كامة وحر أبو هريرة وكلمات إلهي كوانفعك برا إسكك إدى قلت وحن الوماء هنا حي كلمات كاسو قال وحر إدى أويت مركة أضمنتو إلى فراشك قبشة قبشة تقتو فقرا اقرا ايه الكرسي ايه الكرسي اخر الله لا اله الا هو الحي القيوم ما دكتك شيطان حتى وبرك رمكت قران ايه قسوه يقين ايه داس اخر حتى تختم الايه لا ايه تطميد فاذا ذكري واقنا فان وشاني لن يزال كسول ما عليك كركاغا من الله الا حق سحاله كاهابي حافظ المدك ورديه الهي حق سحاكاغا ما انا ورديو قالوا الى علينا ولا يقربك كوسو دوام شيطان وشيطان كوسو دوام حتى تصبح الى دو بريست فتخليت سبيله اسك سيدا العلم وين في علم جاي سان كوسو كبرى سيدا يني علم يك قاطي وسيدا مركا ايات داس دل اخريو هبينك شيطان كو عيارن قرو اي اصلاح هذاك اي وحن الوساد كاد اركيدو وادكار لعان مركا غوش تقتو بل ايات اقري ملي كدو اوجي فسيحو مقر ويدك واحد كل هذا الملك واحد صوت عاد النشيط فحصن أو وأوين هددي كان ناحي مقر ذيك العاوة رسالة شيطان كورك روجا يكو عيارة يو أتوبان صعدت شفت هددي كديقي إلا حلا قمت رفعت سنين فأصبحت وابرس فقال لي رسول الله رسولك لا يقول صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك حسبي محبوسك إيجا ورا محبوسك أيوي البارحة حلك قلت وعن يا رسول الله رسولك الله زعمه وكو أنت عودي أنه وصوه يعلمه إنه بريه كلمات كلموين كلموين كو ينفعني الله إلهي وانفع بها كلموين فخليت سبيل واسكي سيدادو واحي براه واسيدا قال النبي وحر ما هي ما هي الكلمات قلت وعن قال لي وحر يقولي إذا أويت مركز أضمنتو أو آتكتو إلى فراشك قبشة هذا مركز آتكتو فقرأ أقل آية الكرسي من أولها أول كالقب الله حتى تختم الآية لا آية ضمائده الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي وحر يقولي لا يزال كسول ما عليك الدش هذا من الله ألا حق سحالك هذا حافظ المدك إلى علي ولن يقرب كاكوسو دواما شيطان وشيطان لو يقن شيطان وحوسوسو دواكرين أسجي شيطاني شيطان كوسو دوامة حتى تصبح إلى دواء بريسته فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه أسوق صدقت رمكوك ساسوي ضد آيات داس أقرده إلهي بأوارد يكون حلسارية شيطان كوسو دوامة إلى واو كبري وهو كذب لكن سوى بيانالي أهو بيان بدنوي بيانالي ما نقوله بيان بدنوي كذب أمثلة مبالغة آهي بيان بدن مركا وحاوة بيانالي مبتفهم كما عاقنا مدل إلهي تتك قفك أقول بيان بضان مرحوم وكسو بيحكا بيان بضاني ويلاك هم وكوشا تعلموا ما تقان قولي للنبي تعلموا من أكتاي أبو هريرة من تخادموا إذا أدلها بلايدو منذ ثلاث صدح بين يا أبو هريرة أبو هريرة ما تقان منك أدلاش يا كيسيدو صدح بين قلت عن الله ما كرني قال وحيري ذلك الشيطان وشيطان وحنقر
وحاس وا شيطان رواه البخاري ما كتصحي كنت سير شيطان انه سو سوره كر قف سوره كيسيك قف علي عيسى وغيايم كسكو مره كلنا كان عاو من لبنا لادين وروح سبحانه ويون دي ملقع عنك سنين كد من اله توبت كينين وابليس كي سو سوري انا واحد ستحينو جايب لا صحيح قالوا هاي سطا ها ما اهم وهو ابليس ها مركا قفك خمانته كوغو ييريا اي شنيمده كو ودا يزريده كو ودا قمرده كو ودا جاتك كو ودا كلام مردوف كان كو قابله انو سنب علي عيسى هنا دي اكت ابليس بيه ها مركا قفك خمان كوغو ييرا مركا ارقتو غرو ها بنوريغا نور راخد كولاي درسيغان وخبايا دغيسني waa weyn in iblis ay u badan ee u malaynayo wax qeyn uu ku dhila kale darsiga ka tagay banooniga noora wa ana bi darda radiyallahu anhu anna rasulallahi rasulki ilahi sallallahu alayhi wa sallam qala wa ila rasulku man hafiza qafki ila ri 10 ayatin toban ayado mas'aladas inta ana ka gudbin mas'ala muhim ah aya ahlul ilm ka qaatan hadith ka soo oo waxay haqa haqa qafki sheega waa laga qaata hatu yahay faajir hata haq nima hada yahay oo ato haq u adli yahay waa la qaata ee lama yiraahdo waxa weeyaan maadaasa diinka qaada diin leeyahay adigu ma ku dhaqanti lama yiraahdo diin hadaad boobto waxa uu haq yahay waa la qaata bis war male ah wii kale faajir madisa ka qaadan laakin hada fiir waa iblis mas'alada sira yoom fiyaam waa diin walu dhaqmo nabigu ma dhin war waa beenaale ma hadu yahay waa la ma qaatay ka dhigaysan ma marka haqa hadu haqnimo usugnaado waa la qaadan waa la qaadan du haqnimo usugnaado iddi rabtaha ku hadash salaadaas uu nabiga muhiim wa ana bi darda radiyallahu anhu anna rasulallahi rasulki ilahi sallallahu alayhi wa sallam qala wa khayri man hafiza qafki hifdiya 10 ayat 10 ayado 10 kaaso min awali surati al-kahfi surati al-kahfi ugu horeeya usima waa laga ilaaliya min dajjal dajjal ka laga ilaaliya dajjal kuna hada waa adaw weyn نبي إلهي صادر المجر إلا أمدي سوى ودريج آخر زمان كل معنا تدخل الضوف سنة تدخل الضوف سنة مقالة وسنتقي إنه حكي شرطة مكة يا مدينة انت كالعكت صار ومقالوين مركة واحد ويام ومس أرهن قد ترى وعدا وين أولا روا قف والبا إلهي نو كمان قالوا نبي كستقو إلهي صادر أمدي سوى ودريج مركة الدوين واحد وإنا طبان كاس آيضات حفظه وفي رواية وحكسنا من آخر سورة الكهف رواية إمام مسلم أيضا ولي لماذا رواية مسلم ولي آخر سورة الكهف طبعا قد ضم بيه مركا لماذا رواية مسلم ولي رواه ما لماذا مسلم ولي شيخ ناس الدين الباني سلسلة الحديث الصحيحة وحوري الرواية آخر كشيء إذا شاذوي رواية ظهرنا ومحفوظة labadii saabday waxa weyn Cali Xasan iyo Saliim labaduna sidaas ay waafaqeen ayaguna labada kitaabkan ina sharxa ku leeyna tahqiiq ku leeyna silsiladda maash uga hadla waxa weyn raqamka 582 afsan la 500 weey 582 raqamka waa uga hadla wuxuu kala uga hadla 2600 كونتريكو لو هلكاس ما وغادل ماركا وا شادولي وا دهورا محفوظه ما اول كه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما وقت جبريل ملك الجبريل قاعد وفدي عند النبي نبي اكتي صلى الله عليه وسلم مر ملك الجبريل نبي وقت فديو سمع وهو مقلي نقيطا دواق يوم مقل صوت نقيط دواق يوم مقل من فوق راسه مدحي سكركي سو نبي كم مقل فرفع النبي كر وقاب راسه مدحيسا فقال ملك جبريل وحيري هذا كان باب وباب فقال ملك جبريل وحيري حاجه احرام بينما وقت جبريل ملك جبريل قاعد وفدي عند النبي نبي اكتي صلى الله عليه وسلم سمع سمع دفعلك وحن علينا النبي صلى الله عليه وسلم الا اسغا اقرب مذكوره وقيل وانا لي سيد ابن علان كو كان لي سيدا سوا لي ان قول كلنا و هو ليه سمع فاعلك وحن لو علينا جبريل فرفعنا وحن لو علينا جبريل فقال وحن لو علينا جبريل قول صدحاتنا و هو ليه لبدا هره وا مره سيدان مري به labada hore waxa loo celinay nabiga oo ah sami'a nabiga maqlan naqitan dawa
من فوق الرأس ماذا حكر كيسو كان مقلي فرفع النبي كرو قال الرأس وماذا حيسا فقال كبريل أيه كان دميري كبريل اللي عريض صدح ياسك حرام هذا كجرت صدح ياسك كجرت فقال كبريل ويري هذا كان دواقع مقلي دا باب هو الباب الباب كان من السماء السماء كان من الباب كان فتح اليوم ما انت لفوري ولم يفتح عن الله فورين قد حتى كهر إلى اليوم ما انت مهر ما انت كهر ولقس الباب كان سلم فورين فنزل منهم ملك ملك كسود دقي فقال وهو يري ملك جبريل ملك ملك سود دقي فقال ملك جبريل وهو يري هذا مد كان ملك وملك نزل وسود دقي إلى الأرض بل كسود دقي لم ينزل سود دقي قط ورجس إلا اليوم ما أنت ماهني فسلم وسلم كسود دقي وسلم ملك النبي وقال وهو يري ملك سود دقي أبشر بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنور عيني لبا نور كبير شاريسو لبا داس نور اوتيتهما لغسيي لبا داس نور لم يوتهما عن لسي النبي النبي نبي قاسو قبل كذيك كهوري فاتحة الكتاب وفاتحة ايا وخواتيم سورة البقرة سورة البقرة آيدها اوضن بي نبي كهوري لمسي لبا داس نور لم تقرأ اقرم ميدد بحرف حرف او منهما كمدا الا اعطيته والغسينا طما ودع فاتحه ودع مركور الهي بات امانه بات قفكنا مركو دعيسنا وحالا سيده الهي امانه كدي نبي بكو صليو كدي الهي بري فاتحه لقيب قرطه وامان الهي الامانه مركا لا غارو اهدنا الصراط المستقيم ودع وهي ات الهي ويدي ستر والوسين لبدا ايدا سوره البقره ودم ايغرو ودع ايدنا والوسين ما كد ويدي ست لم تقرا اخر ما يدح بحرف حرف منهم لبدا كميد الا قضيت والوسين لكن وحلا راه ما كانت اقريده ان برنت الى الاله بريد خاصه صلاه قصه فتحل ما اقريده ودعي درين كلمه كا سو بخير الهي با امانيدا الحمد لله رب العالمين اما لما انت وحا اسكله الله عالم كدن بربارسد اي كلغس ابو رب برباري الرحمن الرحيم نحريس تقول اي مخلوق وحا است يمد دغارك ايمانك يا جنده وحا وين الله اسكله او كوسي فيسن مالك يوم الدين ابل مرنت الله اسكله إياك كليك أن نعبدك عبدنا وإياك نستعين كليك أن كلمك عطل بين الدعاء باللعبتي وليب الشيء وقي مهبضا إيقفك إله ويديستأتك باللعب وآه إله صراط المستقيم كطوافتي إهدنا صراط المستقيم إله مجتوسي طريق المستقيم كتنبتك إيه أن كليك إليها فيه شدك سواك صراط الذين أنعمت عليه وضدي أي مريم ضدك دون المعير نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر حمزة عثمان علي وبدي اي مريم الهو جيت كاس نقول لك ادلنا وانت معناها درينتا ما كذا خيره فاتحه وصلاه دي كجرت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذانا طريق يهود هي طريق النصارى الهو كان مغنغل سواء توقف الهي عاصي الله طريق متمر ان علم الهي عاصي وطريق يهود هي جاهل ما ان الهي عاصي اسمه اوغبا وطريق النصارى وجهل الله كعابد مركا دعاء الاله نغود بريو دعاء ابو وي فتح وانا لكن بري انت مركا كتكاي ما انا اسك اخريد ادو بكاري جيره رواه مسلم حديث كوري ان نقيد الصوت ودوا باب هذا كان باب وابا في استحباب الاجتماع ليس كوي ما سنن تلا سنن على القراءه قراءه قران كان واخا وين تاد في اسكو ما العقل يله دغيستو تاسو كلا باب كانوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم تدسكهما يمادان في بيت غري غري من بيوت الله غريها إلهي كمتع يطلون حال يقينيان كتاب الله إلهي كتاب كيسا ويتدارسون حال اسكت درسينيان بينهم بحدودا وهو ان ورسو يمادا كتابك الله أقرنيا ملا أقرنا كوي كلنا ويكد لغي سنيان كوي كلنا ويكد لغي سنيان إلا حتى يتاسو بعض النزلت عليهم وحاكو سودكته السكينة حسلوني السكينة حسلوني أياكو سودكته حسلوني ده تحالو لكي ده قولوا ماذا قولوا حيرا دنوا الطمانينة قولوا حيرا دنوا الرحمة قولوا حيرا دنوا النور من الملائكة نوع ملائكتا كمدوي نوع أو ملائكتا كمدوي وغشياتهم وحا دباشا الرحمة النحريس وحفتهم وحا اسكو ريكي اسكو هريري ده الملائكة ملائك وذكرهم الله إلهينا وحكوحصا في من إب عنده ارتيس أعطي ملائكة إلهي وغفانا ويرادو هل كاس الدومي دي اسكويني كتاب كيبيا الله أقلنا قيبوا دقي سنة
معناها وادق قيمه وي الى انت سكروا. رواه مسلم حديث توري باب هذا كان باب وباب في فضل الوضوء وسقاط كفضل سباب كانوا كهدلا وسقاط كفضل اولي. قال الله لا اله الا هو تعالى الله واسر اياه يا ايها الذين ضدك امنوا حق الرميين اذا كنتم مركدوا استاغ ربطان الى الصلاه صلاه فاغسلوا ميرا وجوهكم وجيالكين الى قوله تعالى انت لا غيروا ما يريد الله الا دون ما ليجعل انه يال عليكم كركين من حرج دب ولكن يريد الله وقربا ليطهركم انه ان الظاهر وليتم يا انه دمايستر نعمه ونعم عديس ونعمه الاسلام عليكم كركين وكدمايستر لعلكم تشكرون سيابو شكردا آيات دي ديريدا آيات رودووي آيات دي ويساقات كان ليلي وآيات دا شعب دحمان ناصر السعيد دي وشاقاي كنتن حكم كبادانو لغا قادانا ويساقات تيسيرو كريم رحمان كافيري تفسير كواد هاي ساتا انتا كافيري دي كنتن كبادان و احكامه ويساقات كاكو صافصان ايو آيات اسكريو تو سيدا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله رسولك الله مقلي وير ابو هريره رسولك الله مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال اوليه ان امتي امديه يدعون ولو يرى يوم القيامه من تقيامها غرا حاله كو وجيال عدعد وبرير له محجلين عليهم كو حبن عدعد ان تحجيلك وحا ويان افرت ادنا عدانين اصلك وحل رضا غرده وجيك عد فرسك وجيك عد تحجيل كنا على هذا فرس القلب كعلى هذا الواحد اللي رجع أمضى النبي محمد معلم تقيامه وحيمانه يأيوه وجهه من عط أفرتي واحد أما أفرتي أدم أما الله بادي قعمود يا الله بادي الوادي كويس قادة شيرين أي عط الله بادي قعمود يا الله بادي ويس الله بادي الوادي كويس قادة شيرين وعند وجهه واحد يا افتيم يا نوري إن أمتي أمتي يدعون والله يرى يوم القيامة مالين تقيامها غرا عليهم كوي بريد له محجلين عليهم كوي حبنا قران أنا أيها حبنا عطوة من آثار الوضوء ويساقات كراد كيسين الله حبنا الحديد وحا أي وجه الله قلالا وقعمها يلغوب الله في غيان وراد في ويساقات تاسونا فضل ويساقات وكتوسا فمن استطاع قفك أود منكم إذن كحارون كمد يهي أن يطير إنه دير يغرة وجه عدانتي سفل يفعل حسن متفق عليه إن تاس قلما دا قول وحير هذا مترك من كلام أبو هريرة أبو هريرة كلام كي سوير مالك وحوين ويسادة مايستر ويسادة مايستر وعن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي وعن مغلي صاحب كي أن أتوش على يقول حال أوليه تبلغ ويجار إذا الحلية وحيلها لسكو قرحيه مالك قيامة أطادك أهل الشرنة وحلو قلين وحيلها لسكو قرحيه كعمها لغاها تبلغ ويجار إذا الحلية وحيلها لسكو قرحيه من المؤمن المؤمن كحديثة حيث مال يبلغ ويجار الوضو ويسقاط ماشي ويسقاط ويجار يلو جارسين قفل لكن ويسقاط كتما يسترو أبو هريرة سو كالكش وقلج هل كاس كالكش عن تمكو ميرا هل كاس وقلج ورم هل كاس إنو تكتو هدو بالله لو تح لكن ولا دوما جري ولما مركه حيرادين waxa way ijtihaadkiisa inay tahay u badan sababtoo ah nabiga hal mar lama hayo asagoo weysa qaadka geeyay kalkiraha meeshaas xusulka marka la dhaafo ay ku geejin aan sidaa soo kalato qowlahan asagoo yiri warbar mar hala dheereeyana qowlahan looma hayo marka waa ijtihaadkiisa yiraadeen saxaabiga. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم من توضا قفك ويسقاط فاحسن الوضوء ويسقاطك وناجيه انه وضوء ويتحبين والبس الصحة ام يرتو صدح صدح نم يرتو خرج دواء بحيدا خضاياه دنبيالكيس حتى تخرج الى اي كبه حضب من اطفال عديس عديه كدادن دنوبته ويكدادن حبنا مرك ويسد الوضوء ما يرتو دنوبته ويكدادن رواه مسلم وري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان وحر رايت رسول الله رسولك الله ناركي صلى الله عليه وسلم توضع سوى ويسقاطي مثل وضوئي ويسقاط كي كانوا كلي انت ويسقاطي كانوا كلي ويسقاط هذا او كان ثم قال النبي وحر من توضع قفك ويسقاطي هكذا سداس وفر الله وحر الله دافع ما تقدم وحي حرمري او من دمي دمي يسا تاس وحي كنتو سيدا قفك وحر ربا ويسقاط كي نبي انو برتو او سيد ويسقاط ما نصات ربتين اسكا ما يرميرت وشي دا قشم ما هي النظافات كليل وعباده دم بلي سورة الله ضافة وكانت وحي النقان الصلاة وسلادس وكدر توكدو إيا ومشو صعد وصعد إلى المسجد نافلة ديرا أجه ديرا دم الله رجل النقان ويساقات كليها دلوت الله ضافة
رواه مسلم وريد ذنوب تلوغ دافنا وسقائرتي كبائر توحي وبانت توب. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري اذا توضا العبد اظنكم ما كويس قاطو اظنك المسلم مسلم او المؤمن امام مؤمنك وشك راوي ما بيقولوا يري اظنك مسلم كانه يري اظنك مؤمنك مركو ويسا قاطو او فقصال اميرو وجه وجه جيسا خرج وحاك بحا من وجه وجه جيسا كل خطيئة قف كستا او نظر او كفيري اليها قف كست بعينيه لبدي سيلون انتها دنوب تيو كفيري اضاباني الا انا تشان كفيري دو وعن دومر كاسلام دا جنبي كاوة دم ابي مسلسلة النجاس تاهو شنيموينك ايه تلفشين الحرام تاهو دومر كاوان ايه قرون ايه اخلاق هذا كصباح الى انا ودمي ina ku fiirido marka kii lugu imtixaano fiiriye waxa weeyaan marka way wajiga mayro ka dambidaaf uu noqonay macal ma ibiyaha la dhac dambi in dhaha biyuhu la dhaca oo ama san ma aakhir qatr al ma dibicda ugu dambeeyo biyaha ay la dhac waa shaku reew inuu nabi biyaha la dhac inuu yiri dibicda ugu dambeeyo labada macna waxay keenay way saqaadka inuu ku dhaafay فإذا غسل مركو ميرو يديه لبدي سقعمو خرج وحك بحا مي يديه لبدا قعمو كل خطيئة ذنب كستا أو كان وها كل خطيئة ذنب كستا خطيئة سو كان أي أهد بدشتها إن أي تابطي يديه لبدي سقعمو ذنب كستا لبدي سقعمو أي قبتين مع الماء بيه لبعه أو أما سمع آخر قطر الماء بيه دبعه أقدم بيه لبعه فإذا غسل مركو ميرو رجليه لبدي سلقوت خرجت وحا بحه كل خطيئة الدم كستا أو مشطها خطيئة ذا يسعطي رجلاه لبدي سلقو مع الماء بيه الاربعه أو مع آخر قطر الماء بيه دبعه ده وضم ايد الاربعه حتى يخرج إلى طرف صباحا نقيا حاله النظيف من الدنوب دنوب تكا نظيف رواه مسلم وريد وعن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم اتى وحي المخبره قبورها فقال وحر السلام نبتقري عليكم كركينها هاتو دار قوم المؤمنين يا دار قوم المؤمنين مؤمنين تان قوم كان مؤمنين تا دار توديو دار قوم قوم كاس المؤمنين المؤمنين وي وإن أنه إن شاء الله الله أبوك دونه بكم إذن كالله يكون إن كتب إيمانا وصوى إيمانا وانا لصوى عصى وددت وحان شعلا دير النبي أن أنك قطر أين إن أرقنا إخواننا ولا رحا أب أيان أجعلا لها ولا رحا إن أرقوا رمب ولا لا أشيغ ومسلمين تكدم به أو سنبقى مسلمين تكدم به إلهي النبو درفوها نبقى ولا ليه سن ولا رحا إن أرقنا آدم أجعلا لها يا نبي قالوا صحابة الله وحي لدينا أولا سنا إخوانك وأنكم يانا ولا لها هين يا رسول الله رسولك الله قالوا غير أنتم أصحابي دينك وكسي سريدان صاحبة ديت وحوين وحلا ميدا مالي صحابة إذنك صاحبة ديتين وإخواننا ولا لهن الذين وقوا لم يأتوا عن إمام بعد ولي كو أن ولي إمام ولي بعد ولي عنا قبل ولي قالوا وحيدا لن كيف تعرف ساتكو قراني هذا هو آخر ساتكو قراني تتكاس عن هذا عن وقت جاءن بتشويرو كادم بي كيف تعرف ساتكو قراني من لم يتقف عن إمام بعد ولي من أمتك حالو كمده يا رسول الله رسولك إلهيو قالوا إذا رأيت بلك ورم لو أن الرجل النين لو هذا يسمى تخيل فرطة فردها سو غر وجه العطعط فردها سو محجلة حبن قران معناها أفرط قوب عدا محجلة قوبك عد عليه فردها سو بين ظهري خيل فردك لك دحجرة بين ظهري خيل فردك لك دحجرة فردها كرو دهم دهم أستان لهين أن علامات لهين وحوين دهم دهم مدوي معناها أن علامات لهين اللي ولدتشيدان أن وح أستان لهين فردان متمدو بوهمين دومين واسهم متوانا متمدو فردان متمدو وح أستان أن لهين كوه ألا يعرف ميوسا كرين خيله أمير ما بقى صلى الله عليه وسلم كوه رمان كاس نينا وحولي فردان وجعل أفرت قابنا أفرت قابنا وعدين وتشين وكعدين فرد أيك أنه مدوء أي قدر من ما كان قرانا قالوا واحد هذا الصحابة بلاها يا رسول الله رسولك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أمة ديدوا يأتون وإمانيا غرا حاليا كوي وتشعط محجلين حاليا كوي قوة بعض من الوضوء ويستقاد كالدرابس يوقع ما هي اللغة بعدين وأنا أنا فرضهم إلى اليد دي وحوين إلى اليد إلى اليد وحل إلى ذلك xoolaha eelka markay ku arorayaan ragga ka sii horeeyay xoolaha moqta eelka markay la wadaayo la iska dabada lagama kaxeyo
فإن قف كسي جرى حاربوا الربا وذانوا الربا والكبيا الله وشوق العاي الربا رجل عيرك كسو تشيد العاي الربا هو نبدا لنا ماشي استعلا مركا وحويان عيرك مرة رجل كسي هرم مرة مركا سحولي مركا ينادان وبيه السينة لكن أبدا لك سو ودين مركا ينادان بي أرك ما ينحوله أنا قا مركا تتاس نبي محمد كسي هرم يولي إلهي هم قدرك وحوتك سكعب وانا أنا قا فرادهم أمضى على اليد وديانها على الحوض حوتك مكسي هرم رواه مسلم يا ولي رواه مسلم ايوه تاسو وي سقات كفضيس ايت سيدا مرق وعن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك اله صلى الله عليه وسلم قال وحيري الا ادلكم يانا ان تسين على ما شيء يمحو الله الهي وكت ربي ماغا الخبايا ذنبيالك ويرفع الهينا كقريه به ماغا درجات درجات ما يشيغا وح الهي ذنوبته كتيرو درجات كانو كقريه قال وحي رادين بلا إنا ونطسين إسكبت دان نطس يا رسول الله رسولك الله قال نبو قرر إسباق الوضوء وهوه سقاط والله دمائستر حبين والبا وين أدمائرتو وذان تبياه قد عطا دي حبني يبار عدل هذا كتب وميلاك قبل أن ويسد يبطابن وعرين قطر وهوه سقاط والله دمائستر على المكاره وحي على هلا نبصان أي أيضا يلتشرين مكاره وجمع مكره مكره نوح على هذا ما يكره الإنسان مركا meelah gabal qabow ee jira biya waad ifsane markaas ay qabow gayeen way sada dhamaystay dhamaystay si ilaahay dambiga u dhaaf meelah gabal waa kulay oo waa inad gubtaad ka cabsay biyaas tubada dad ku siisay marka adoo dhifsanaya dhamaystay jirka dhan gaarsii laakiin adoo ka balaq balaq sidoo qabow ka cabsanaya ama kulaylka oo aad dhawna meelah gabal aan weesadu gaarin weesadaadi aan saxinme hadaan weesadu aan saxina salaadii aan saxin وحاكر إلهي الدمبقى كباف الدرجة كوكوريا وكثرة الخضة اللابوين كإن الله بضيه إلى المساجد مساجد حقه مساجد حقه ذو أحفظا إن الله سعود هذا كل الله صلاة قشة كل الله درس قوئة وحاكر إلهي الدمبقى كباف الدرجة كد العصية وانتظار صلاة صلاة إلا سوغو بعد صلاة صلاة قضاء عصرة تكت المقربة سوغي مقربة تكت عشة سوغي وكاسا فذلكم كاسا لننصر الشيء أرغب كاسا هيغن لي رهده خربات أسل كيسا وقفك ماشا مسلم كي يقال لك دقال ما يندفع هوري كتيري ألا رضا خربات لك أسفرقية ترونوا خربات لهم حيلا كمنا نفتي سؤلاء الحرين مقت نفتي سؤلاء الحرين صلاة تكوذ مدك لسوبة كاسا خربات هم نبقين فذلك من ربات كاسا خربات وهيقن رواه مسلم أولي وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كاللايري الظهور الدهار قال شضو شطر الإيمان وإيمان كبركيس بهارا قاضشه وي سقاط نجاسه لا اسكم ميرو جنبه لا قبيستو حيك غبدي كا قبيستو وا ايمان كبرتيس رواه مسلم وري وقد سبق وصار مر حديث كان بطوله مع طوله في باب الصف وكصهر مر وفي الباب باب كان وحا كسغن حديث عمر بن عبس حديث كعمر بن عبس رضي الله عنه حديث كان سؤال متقدم اي كصهر مر في باب في اخر باب الرجاء باب اخر الرجاء في اخر باب الرجاء وهو كاس حديث وهي عظيم وي مشتمل وكل سنة على جمل على جمل جلي ومن الخيرات خيرا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري ما منكم إن كما مت أهن من أحد قف أحد كاس يتوضأ ويسقاط أو فيبلغ جارسية الوضوء ويسقاط أو أمس فيسبغ دمائسترا الوضوء ويسقاط وإن ويسقاط لدى ما يسترحبين والبس صح الله ميرا ثم قال كذب نيرا هذا أشد وحن قراء ألا إله إلا حق وعابد إنو سنجر إلا الله الله ما أحاني وحده كرقي سحالي لا شريك مثل وذاك الله الله ما صنعان وأشد وحن قراء أن محمد النبي محمد عبد إلهي أدون كسينو يهي والرسول إلهي إرقي بصادر إنو يهي قف ساسي را مجرو إلا هدوجرو ساسي يارو oo wees qaad ka dhamaystiro saddex saddexna laga badi karo waa xaraam in saddex saddex laga badiyo ogo waa la tiri hata lugta saddex laga badiyo waa xaraam ma banaana xibin walba waa inaad tirida markaad mayreed ha ugu yar saddex ugu badan iskaga balalaqsi ma qof saas yala ma jiro illa hatu sidaas yala futihat wa allah fura lahu qafkas abwaabul jannati jannada albaabadeeda athmaniyatu isdeeda yadkhulu halu ka galayo min ayha mid alla midkeedi shaa u doono رواه مسلم وري وزاده تبدي قدر اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني هو طلب كان كبدن واجعلني من المتطهرين هو استهران الى هناك دعوا ان انت قدرت صحيح الجامع صغير شيخ ناس ابن البانك صحيح والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد